لا الاهم قول اللي بيقوله موسيماني، انت قلت صحيح. كلام غير اللي بيقوله موسيماني، يعني دي مشكله كبيره جدا. بس زي ما احنا بنقول، لان البعض ممكن يكون بيفكرنا بنتجنى، طيب دي وجهه نظر وجبنا راي ورد بيتسو موسيماني. الكابتن مدحت كمان طبعا زي ما قلت بيتصيد، طلع في بيان النادي الاهلي وقال ان النادي الاهلي مش عاجبه التحكيم المصري. طب تعالوا نشوف الكابتن مدحت قال ايه ونرجع نعقب. الاهلي بيقول لك الزمالك حصل على 12 ضربة جزاء وانا حصلت على ضربتين جزاء. والله يا سيدي اذا كنت تستحق اكثر من هذا، الحكام موجودين وبيرجعوا للفار، وما اعتقدش ان في حكم ضد الاهلي، هذا امر مستحيل، ولا ضد الزمالك ولا ضد اي نادي. والامر الاخر ان هناك فار، لكن انت حضرتك اذا حصل مكاتفة بين لاعب ولاعب لازم تحسب ضربة جزاء لصالحك، ولابد ان انت تصر على ان هي ضربة جزاء من الهوى. انا هنا مانيش حكم، لكن بتكلم على الحكام القادرين اللي بيطلعوا يتكلموا في اخطاء التحكيم. اذا مش معنى انه زمالك اخد 12 ضربة جزاء وحضرتك اخدت ضربتين فقط لغير ان انت مظلوم. كابتن مدحت والله انا مش عارف ان موجه الرساله المره دي لمين، لحضرتك ولا الفريق الاعداد؟ كمان بيان النادي الاهلي وبنؤكد على الاستاد بيقول انت زعلان ان انت ما اتحسبلكش ركلات جزاء، وقال انا مش خبير تحكيمي، وانتوا عارفين طالما في تحكيم معانا هنا فارس الفار روم ومن اول البرنامج، واحنا دايما ما بنعديش الهفوه للتحكيم، ما بنقولش راينا على فكره، بنقول راي خبراء التحكيم. بالظبط بالظبط، زي ما اسامه قال لكم نفس المشكلة، ان انا مش بقول وجهة نظر، انا بقول حاجة على اعتبار ان هي حقيقة مطلقة وهي مش كده. هل خبراء التحكيم فعلا قالوا ان النادي الاهلي ملوش ضربات جزاء غير الثلاثة اللي اتحسبوا، وان اي مكاتفة النادي الاهلي عايزها ضربة جزاء؟ نطلع ونشوف ست ضربات جزاء لم يحتسبوا النادي الاهلي عشان يبقى تسع ضربات جزاء مفترض كان يبقى رصيد النادي الاهلي. يا كابتن مدحت والله كنت وحشنا، نطلع ونشوف الفيديو. الايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه، فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيقع للامام، لو هو بيمسك ليه بيقع لورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه، فبالتالي هنا الخطا موجود وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ دي حسب، ما هو الفار ما شافش خلاص بقى. لعيب النادي الاهلي هيبتدي يستلم الكره اما نعمل بلاي، هتلاقي فيه مهاجمه من لعيب نادي بس نقف هنا خلاص، دي ركله جزاء واضحه. واضحة ركلة جزاء واضحة، مش محتاجة ممكن جهاد ما يشوفهاش عشان جاي من ورا، بس كان لازم هنا على حكم الفي اي ار كان لازم يستدعيه ويراجع مع الكرة. ده كابتن شناوي اكيد ركلة جزاء ما فيش فيها يعني طيب. لعبة مش محتاجة في بداية اللقطة، في بداية لقطة المهاجم المدافع كان عنده اتساع في الذراع وخروج عن الجسم، فهنا الوضعية لم تكن وضعية طبيعية في بداية اللقطة، فهنا كانت هناك ضربة جزاء صحيحة لم يعلن عنها. قدم هنا لقدم اللاعب المحلي هو بالشكل ده هو خلاص حط قدمه أمام قدم لاعب محمد داني اللي هيجي فيه، يعني حط رجله على برجله في فخذ لاعب محمد داني خلاص محمد داني لازم يسقط بالشكل ده، فطبعا هي دي ركله جزاء واضحه. الشيء الغريب ان الفار ما ندهوش، لو انت بصيت لي دي كده دي بالظبط ركله الجزاء اللي اتحسبت على الاهلي، المسك ان انا ايه الاحتكاك اكون انا بحتك بجسمي بايدي اني انا وعايز اخد الكوره، لكن ايدي انا كوره هنا وبلعب الكوره بالرجل اليمين وايدي الشمال بتشد كده، ده بقى اصبح مسك ولابد انه يعاقب عليه. هنا دي كانت لابد انها تحتسب ركله جزاء، وكان لازم حكم الفار يجيب محمود عاشور، ممكن ما شافهاش التفاصيل اللي احنا شايفينها دي، كان لازم الفار يجيبه ويقول له شوفها. هنا طبعا في دفع من لعيب نادي المقاولين للعيب النادي الاهلي، انا كنت متوقع ان حكم الفيديو لازم ينادي محمود ناجي ويشوف الكره دي، بس الكره دي ما اتعدتش، دي الكره اللي خلت بعد كده اعتقد جهاز النادي الاهلي كان بيعترض عليها ان ولا حكم الفيديو ناداه يعني ولا شافها. دي ركله جزاء، دي ركله جزاء، عندك لعيب النادي الاهلي بيجري وفي واحد في ظهره مكمل في ايده، اما تلاقي اما لو جبناها تاني هتلاقي ايد المدافع بتاع المقاولين مكمله. هي المفارقه ايه بقى في اللي عرضناه؟ مش الست ركلات جزاء، ما هو خلاص ست ركلات جزاء دول كلنا معترفين بيهم، انما كابتن مدحت قال ايه؟ قال خبراء التحكيم هم اللي يحددوا اذا كان لك اكتر من الاثنين ولا لا. لو دي قنوات مشفره
يعني هو لو مش متابع اخبار التحكيم بالظبط كنا هنقول خلاص يعني لو بيتعرض فعلا والله اللقطات دي مثلا كنا هنقول ما جددش الاشتراك وما بيتفرجش. انما على فكره ده في القناه اللي حضرتك شغال فيها، يعني القناه اللي حضرتك شغال فيها دول خبراء التحكيم فيها، هم اللي بيقروا ان النادي الاهلي ليه ضربات جزاء. هل في اي شكل من اشكال ابداء حسن النيه يا اسامه في اللي احنا بنسمعه؟ هل في اي شيء يثبت ان الكابتن مدحت شلبي متابع كره القدم المصريه والنادي الاهلي تحديدا؟ تعالى يا كابتن مدحت نروح لخبراء التحكيم بما انك مش حكم، ونشوف كمان ضربات الجزاء اللي اتحسبت لصالح الزمالك المنافس. بما انك بتقول مش معنى ان المنافس بياخد ضربات جزاء كتير فانت مظلوم تحكيميا، وبيننا وبينك خبراء التحكيم، نشوف فيديو. الزمالك رايح بالشكل ده بيدخل فيه، بص اللاعب بص بس خلاص، شوف بص واضح جدا انه داخل منطقه الجزاء اهي، نمشي بس اذا جوه المخالفه جوه منطقه الجزاء. يا كابتن احمد لو انت حضرتك حكم المباراه دي ورحت شفتها في الفار هتقرر ايه؟ لا في ركله جزاء طبعا، ركله جزاء طيب انا بعلمك ركله الجزاء موجوده مفيش كلام. طلع دلوقتي نقف في الحته دي، طلع كوع اللاعب في ظهر لاعب انبي، بص نمشي نمشي خلاص، ده دفع دفع خلاص، وافقد وافقد اللاعب توازنه، فبالتالي دي ركله جزاء لم تحتسب. دلوقتي كان بيعمل فينت عايز يرجع بالكوره الناحيه الثانيه، دخل معاه لاعب نادي الزمالك داس على رجله، هو ده اللي خلى الفار يجيب محمد الحنفي. اذا النهارده المخالفه موجوده، ولكن الحنفي هو صاحب القرار الاول والاخير، لم يحتسب ركله الجزاء او المخالفه اللي هي كانت المفروض تحتسب. اما نيجي نشوف دي افضل زاويه الكره جايه، اوكي؟ هنوقف الكره بس نوقف هنا. الكره كابتن ايمن جت في ايده صح؟ جت في ايده واضحه. طب لو شلنا الايد دي الكره هتروح فين؟ هتروح في جسم لعيب بيراميدز. الكرة هتيجي في جسمه. لا لا مش هتيجي، لا هتيجي للعيب اللي وراه. احنا مش مختلفين غير انها بينالتي واتحسبت. طيب انا شايف جهاز اتفضل. انا كتحليلي انا الكرة دي يستمر اللعب. تمام. حصل السقوط وكان القرار باحتساب ركلة جزاء. انا عايزك يا خالد تقول لي مين اللي راح لمين؟ حميد احداد اللي راح برجله اليمين. بس خلاص هو هنا بيخترق المخالفة، نمشي بقى فريم. اعتقد هنا كان القرار استمرار اللعب هو القرار السليم، مفيش وجود لركلة جزاء ولا لركلة جزاء. نروح لحالة تانية من الحالات المهمة وهي حالة سقوط داخل منطقة الجزاء. الإيد اليمين. ماشي، الإيد اليمين موجودة يا خالد. عملت إيه؟ حشت اللاعب. طيب، هو حط إيده ولكن الحقيقة لا ترتقي لوجود مخالفة، لا ترتقي لوجود مسك، لا ترتقي لوجود دفع، لا ترتقي لوجود مخالفة من الأساس. يعني عمرو من الحكام الكويسين ولكن الحقيقة النهاردة ما كانش موافق. إحنا بنتكلم في ركلة جزاء يا خالد، ركلة جزاء مؤثرة اللي هي الأولى. إحنا بنتكلم ماتش خلص 3-1، ركلة جزاء خطأ كبير وخطأ مؤثر وأثر في نتيجة المباراة. أنت متخيل يا كابتن مدحت إن الكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناة نادي الزمالك بيقول إن ركلات الجزاء دي مؤثرة، والركلتين الأخر دولت كانوا في كأس مصر، يعني صعود الزمالك في كأس مصر كان بأخطاء تحكيمية، وحضرتك مش متابع لسه أخطاء التحكيم؟ أدعوك تتفرج على الفقرة دي، صدقني هتكون أكتر واحد استفاد منها هو حضرتك ونادي الزمالك، أو نفس استفادات نادي الزمالك من الأخطاء التحكيمية اللي لو كان في فار بالفعل وكان في عدالة تحكيمية تم منحها للنادي الأهلي في الدوري، كان زمان النادي الأهلي حتى هذه اللحظة متصدر وما زال ليه 4 مباريات مؤجلة، لأن النادي الأهلي فقط 9 نقاط في حين استفاد الزمالك 6 نقاط. أعتقد الصورة بقت واضحة، والاخطاء التحكيميه بس فاضل صوره دي مشتركه وما كتلمش عنها استوديو التحليلي، جبناها احنا قبل كده وهنجيبها تاني. في لقطات زي لقطه الزمالك مع المقاولين العرب، المباراه اللي انتهت 2-2 بين شرقي ودفع واضح داخل منطقه الجزاء. دي جايبينها ليه بره الليله؟ عشان جايبينها في مواقف وطرائف، صدق او لا تصدق، هذه الكره احتسبت فاول على مهاجم المقاولين. ليه؟ ضربه بظهره على ايده يا بيه، دي كره اتحسبت فاول على المقاولين. عندنا الكرة الثانية اللي المفترض ركلة جزاء لينا واستفاد منها الزمالك، هي مباراة القمة اللي انتهت 1-1، طبعا الدوس على الرجل ما بقاش بيتحسب على الزمالك. شفنا طارق حامد ودينا بنشوف كمان، سيبك بقى من شد الونش مع بدر بانون اللي استمر لغاية لما الكرة طلعت، وكمان تقريبا استمر لغاية لما رامي ربيعة قام من على الأرض، لكن دي ركلة جزاء واضحة وصريحة، دوس على الرجل او دهس الرجل، وحصلت في الملاعب المصريه والاوروبيه بتتحسب ركله جزاء، لكن عند نادي الزمالك طارق حامد يدوس مفيش ركله جزاء، ابو الفتوح يدوس مفيش ركله جزاء. ايه؟ زي موسم 2014-2015 احمد توفيق كان يلعب بايده مفيش ركله جزاء. تسللات. واضح ان في استثناءات كل موسم من التحكيم المصري لنادي الزمالك، وواضح ان الكابتن مدحت شلبي مش متابع بشكل قوي جدا الدوري المصري ولا التحكيم المصري. دي اخطاء تحكيميه بالصوت والصوره،
اخطاء تحكيميه واضحه لاي حد متابع الدوري المصري. اعتقد يا فارس لسه عندنا في كلام في التحكيم. لسه عندنا كلام في التحكيم لان في مشكله لما كابتن مدحت شلبي بيقول ده، ولما ده بيروج ليه اعلاميا وهو مش منطقي، بيخرج عضو مجلس اداره سابق في نادي الزمالك نتيجه ان هو اتفرج على كابتن مدحت شلبي بالظبط، بيطلع باحكام غريبه جدا. فكره ان يا جماعه انا هدعي مظلوميه بالعافيه، هخليكوا تكذبوا عينيكوا والناس كلها تنكر اللي شايفاه على الشاشه، لان انا عايز اوصل ان بالعافيه الزمالك مظلوم تحكيميا. نطلع ونشوف استاذ ابراهيم عبد الله عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق قال ايه. مفيش نادي ما اتضرش وما استفادش من التحكيم. لا احنا قولا واحدا ما استفدناش. طب انا هقول لك حاجه بمنتهى البساطه عشان اقول لك بس ان العداله لا تطبق بمعيار واحد في كره القدم، في الاتحاد المصري لكره القدم. وانتوا عندكم ماتش الزمالك وسموحه ضربه الجزاء اللي عادها جريشه. كويس. الزمالك كان ليه ضربه جزاء مظبوط اللي اشرف بن شرقي جابها وجبنا منها التعادل. تمام. صفر وعادها ليه؟ لعبت الفرقتين دخلوا. كويس. صح؟ مع انها ده جت. هات لي بقى بيراميدز مش سموحه. بيراميدز. الزمالك وبيراميدز اللي اتعاد فيها ضربه الجزاء اشرف بن شرقي. تمام. هات بقى الماتش الاخير الزمالك كان بيلاعب مين؟ اول امبارح امبي مش حصل ضربه جزاء. طب حضرتك يا ريت تسال وتقول للمخرج يجيبها لنا كده اثناء الشوطه كام لعيب من امبي دخل. ما كام لعيب من امبي دخل ما فيهوش مشكله، قبل بس كام لعيب من الزمالك دخل يا فندم هي اللي دي فيها مشكله. لا من لعيبه الزمالك نفس الموقف اللي هنا جهاد جريشه عادها ضربه امبي قصد حضرتك. ضربه جزاء لامبي. هنا جهاد جريشه طبق معيار ان انا لا اصل اللعيبه دخلت عيد ضربه الجزاء مع ان الزمالك جابها هدف. وهنا لما انبي كان بيشوط ضربه الجزاء على الزمالك لعيبه الزمالك دخلت ولعيبه انبي دخلت قبل المضحك في الموضوع ان لقطه بيراميدز اصلا مش ضربه جزاء. يعني اللعيبه بعيدا عن ده احنا اعتبرناها ركله جزاء، هنمشيها ركله جزاء. لا نتكلم في الملعب اعتبرناها ركله جزاء. جدعانه من عندنا. طيب ايه جدعانه من الحكام مش من عندنا. الفكره في حاجه، في حاجه اسمها الذاكره الانتقائيه. بمعنى ايه؟ هو ساله كابتن سيف بيقول له الزمالك استفاد من التحكيم واتضر من التحكيم. ما اعرفش الزمالك اتضر من التحكيم امتى بس ماشي. لا للامانه اتضر مباراه واحده امام اسوان، عشان احنا هنا دايما حقانيين وبنقول الحق. مباراه اسوان انت قلبك حنين. ولكن قال له لا الزمالك ما استفادش من التحكيم. طب قبل بس ما نتكلم في اللعبه اللي قالها كذاكره انتقائيه في تنفيذ ركله جزاء ان ده معيار ظلم الزمالك، نتحدى اي حد في اعلام او منظومه نادي الزمالك ان احنا نحط الاخطاء التحكيميه اللي استفاد او تضرر منها الطرفين لحد دلوقتي في الدوري الموسم الحالي، ولو النادي الاهلي طلع استفاد اكتر من الزمالك ونادي الزمالك ما استفادش بنقاط اكتر بكتير جدا احنا هنعتذر على الهواء، بنتحدى اي حد. فده جزء خرجنا منه. انما التنفيذ بتاع انبي قبل ما تروح يا احمد لتنفيذ مباراه بيراميدز، نعرض الصوره ونشوف هل في لاعب من انبي دخل المنطقه اثناء التنفيذ. اللعيبه اللي دخلت اصلا المنطقه لعيبه نادي الزمالك بس كده، يعني نعرض الصوره عشان هي اللي هتبين للناس معانا. ادي ده التنفيذ بتاع ركله الجزاء انبي رامي صبري، مفيش ولا لاعب من انبي دخل منطقه الجزاء، اذا التنفيذ صحيح بنسبه 100%. في ماتش بيراميدز ركله الجزاء اللي مش ركله الجزاء، لو عرضنا الصوره هنلاقي تقريبا يعني كان في لعيبه من نادي الزمالك تقريبا كانت هي اللي تلعب ركله الجزاء، كانوا عايزين يعملوها زي بتاع الكابتن بالظبط كده. فاعتقد الاختلاف واضح ان ركله جزاء انبي مفيش حد من انبي دخل منطقه الجزاء، فركله جزاء الزمالك اللي هي اصلا مش ركله جزاء، اللعيبه كلها بتوع الزمالك خمس لاعبين داخل منطقه الجزاء. اعتقد يا استاذ ابراهيم يعني خلاص بقى، يعني خلاص بقى سابق، لكن كنت محتاج تراجع تصريحاتك شويه، لكن ساعدنا بيك الفتره اللي كنت موجود فيها، ولكن ده الصوت والصوره